استغل بعض القدرات اللعيبه الفرديه او على مستوى الفرص ان انا اكسب المباراه يعني. فهل دي خطوه تعتبر مهمه جدا في مشوار الفريق في هذه البطوله مشي بيها بشكل كويس؟ وانت شايف هل ده هيساعدنا بقى في الاولمبياد يعني هذا السيستم وهذا التفكير يساعدنا، ولا لازم ان احنا نخش الاولمبياد ونخش البطوله ديت بفكر مختلف شويه؟ في ناس كتير عندها اعتقاد ان الفريق الدفاعي ما بيعرفش يهاجم والفريق الهجومي ما بيعرفش يدافع، ده مش حقيقي. صحيح. اي فريق كوره كويس في الاربع لحظات بتوع الكوره، بتهاجم بتدافع والنقلتين الهجوميه والدفاعيه. منتخب مصر بيدافع كويس، الاثنين نشوفه على اخر بطوله تدرج في الافكار الدفاعيه والهجوميه. فده علامه كويسه. اوكي. زي ما حضرتك بتقول هو راجل واقعي، ابتدى بواقعيه كبيره في الاول، ابتدى ياخد ريسكات اكتر في النهائي، ابتدى يبقى ضغط اعلى، ابتدى نشوف افكار مختلفه شويه. انا رايي هخش ده في تفاصيل اكتر قدام، بس ان كان حظه وحش جدا في الطرد بعد ربع ساعه كان حظه وحش جدا فيه. فطبعا لا، في تحسن، وانا شايف ان الافكار دي هتساعدنا في الاولمبيكس برضو. لازم تعرف هتلاعب منتخبات كبيره باسامي كبيره، فلازم تبقى واقعي، لازم تعرف مستوى فريقك. فريق ده كويس طبعا زي ما حضرتك بتقول، في لعيبه مميزه، بس لازم تكون واقعي برضو في مستوياتهم وخبراتهم. فاول حاجه الهدف هو كان وصول باريس، فمبروك لمصر. بالظبط. وتاني حاجه دايما بتكلم مع عدم قطع كلامك يا مدير، ان موضوع الحلم خلاص يعني وصول الاولمبياد ما بقاش حلم. خلينا نتكلم بكل واقعيه، واحنا لازم ننقل القصه دي للعيبه ان احنا حلمنا ميداليه اولمبيه، واحنا بشكل مختلف واستعداد مختلف ممكن نوصل للمربع الذهبي. اهم حاجه انت شايفها بالنسبه لك ايه اللي محتاجه المنتخب الاولمبي خلال الفتره اللي جايه علشان لما يروح للاولمبياد في باريس يكون قادر للصعود للمربع الذهبي؟ اللعيبه دي اثبتت نفسها، شفناهم عملوا اداء كويس، هنيجي بقى نشوفهم اكتر بشكل مستمر مع فرقهم بقى. ما ينفعش بعد الاداء ده يرجع فريقه ما يلعبش برضه لغايه السنه الجايه، لان الاولمبيكس بعيده مش قريبه، ده سنه من النهارده. بالظبط. فما ينفعش يرجع هيتراجع في المستوى. هو اخذ الثقه، اخذ الخبرات، هنيجي نشوفهم اقوى منتخب بتاعهم اولا، ده من ناحيه اللعيبه. في لعيبه كتير بيقولوا في اخبارهم هيحترفوا، فده مهم جدا بالنسبه لنا. اللعيبه دي لو احترفت هجيلك في جزئيه لازم اللعيبه اللي جالها بعض العروض للاحتراف، لكن لان انا مريت الحقيقه بالتجربه ديت طبعا، وعمليه ان انت، وهجيلك في السؤال، هل من الافضل انه احنا ناخد ثلاث لعيبه اكبر يعني فوق السن يكونوا داعمين للمنتخب؟ ده سؤال. السؤال الثاني حتى بقى على مستوى اللعيبه نفسها، ازاي تشتغل وتجهز نفسها خلال السنه ديت لمعركه كبيره في الاولمبياد يعني. انا ليا راي خاص في موضوع اللعيبه الكبيره دي. انا شايف انه معنويا اولا صعب على لعيب يكون بيلعب وصل الاولمبيكس وما يلعبش في الاخر، لان في لعيبه مهمه جدا ممكن تلعب مكانه من الكبار اولا. ثانيا الفكره كلها في الخبرات. دلوقتي تشوف منتخب برازيل او انجلترا، حتى اللعيبه الصغيره مش الكبار، لعيبه معروفه اسامي كبيره. مع منتخب مصر اللعيبه دي لسه ما نعرفهاش، لسه اول مره نشوفها، خبراتهم قليله. لا، روح بفريقك الصغير، روح هناك يعني نافس بيه. يعني مثلا هو طبعا ميكايلي لما اتسال السؤال دوت، وحضراتكم يمكن عارفين كان ليه تصريح مهم جدا بالنسبه للعيبه الكبار اللي ممكن يضمهم، واتكلم على محمد صلاح، فقال يعني ما فيش شك محمد صلاح يعني زي نيمار كده لما كان موجود في الاولمبياد وكان سبب اساسي في الحصول على ميداليه للمنتخب البرازيلي، محمد صلاح، ويتمنى يكون محمد صلاح موجود. هل انت شايف ان من يعني حتى على مستوى صلاح انه ما يكونش موجود، ولا انت شايف ان لا ممكن يكون صلاح؟ وعايز اعرف منك اسمين ثلاثه لو الاولمبيات الشهر اللي جاي، يعني لو الاولمبيات الشهر اللي جاي ثلاث لعيبه فوق السن يكونوا موجودين مع المنتخب الاولمبي، هساعدك فيهم. انا لا انا مش فكره الاسامي، انا فكره، انا حتى مع محمد صلاح احسن لعيب في تاريخ مصر، هو لعيب انا مفضل شخصيا، لعيب كبير اكيد، بس انا لسه مع فكره ان الشباب دول لازم يروحوا هم ويخوضوا التجربه دي، هتساعدهم كتجارب، هتديهم خبرات كبيره. لو هقترح ثلاث اسامي، محمد صلاح لعيب مهم، حمدي فتحي لعيب مهم في نص الملعب يقدر يساعد، واقدر اقول ممكن مصطفى محمد يساعد كتير في الشكل ده برضه. دول ثلاث لعيبه اقدر افكر فيها اللي يقدروا يفرقوا كتير مع منتخب مصر. فطبعا في هيزودوا من فرصك تحصل على ميداليه هناك طبعا، انا مش ضد الكلام ده، بس وبعدين اللعيبه دي هتاخد خبراتها امتى؟ لما اكون دلوقتي انا لعيب صغير عمري هنافس مع محمد صلاح ولا في المنتخب ده ولا في المنتخب الصغير، امتى هاخد فرصتي؟ فانا رايي لا، حتى لعيب محمد صلاح اللي هو طبعا احسن لعيب في العالم، ما اقدرش ان انا اخد لعيب صغير لعب البطوله دي كلها
واحط محمد صلاح مكانه، ده رايه. تمام، خليه يروح الخبرات دي ويجرب. انا بحترم رايك جدا، ويعني يعني احنا لو بنتكلم يمكن الاولمبيات الشهر الجاي اكيد هيكون في ثلاث اسماء، يعني لو سالتوني هلاقي محمد عبد المنعم ممكن يكون موجود ك يعني كلاعب في خط الدفاع، ممكن جدا يكون اكيد محمد صلاح من العناصر اللي هتكون مؤثره، كمان مصطفى محمد على مستوى راس الحربه، يعني انت بتتكلم على عناصر مهمه جدا، تخيل مثلا ابراهيم عادل ناحيه الشمال، صلاح ناحيه اليمين، وسطهم مصطفى محمد، لعيبه خط النص الحقيقه عندنا لعيبه مميزه جدا جدا على مستوى محمود صابر، على بنتكلم على مستوى لعيبه ادت بشكل جيد، والخط الدفاعي ممكن يكون محتاج خبرات شويه لمحمد عبد المنعم، ده في حاله طبعا لو كانت الاولمبيات الشهر اللي جاي، لكن عندنا لسه مده سنه. طيب هقلب لك السؤال شويه، والسؤال اللي بيطرح ان